السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الغريبه، او كيف ما سميتها انا غريبه الباناشي، او غريبه ديال التقيوتات. كتجي لذيذه بزاف، وين هي تقريبا بحال شي دوازه تاي، وسهله جدا في التحضير. كنحتاجوا لها غير شويه 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 من الحاجه، وكتعطينا واحد الكميه مناسبه. المهم هانتوما غادي تتبعوا معايا الطريقه والمقادير اللي كنحتاجوا لها، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. ويلا نبدأ، بسم الله على بركة الله. بالنسبة للطريقة ديال التحضير، فواحد الإناء غادي ندير 125 غرام ديال الزبدة. طبعا الزبدة تكون بدرجة حرارة ديال المطبخ، وتكون زبدة لينة. نضيف عليها نص كاس ديال السكر، سكر حبيبات، سكر سنيدة، ما يعادل واحد 80 غرام. ممكن تنقصوا الكمية إلى بغيتوا، ديروا 60 أو 70 غرام. غادي نخدم مزيان هاد الزبدة مع السكر حتى يعني كتندمج ليا مزيان، وكنحصلوا على واحد الخليط كريمي، وكذلك تذوب لينا ديك السكر مع الزبده. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت. طبعا الكاس ديال القياس هو الكاس ديال العنبه، نص كاس ما يعادل 80 مليلتر. فبالنسبه للزيت بديت كنضيفها شويه بشويه حتى كتندمج ليا مع ديك السكر والزبده، وكنحصلوا على هذا الخليط على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال اللوز اللي حمرته بالقشره ديالو وهرمشتو، نص كاس ديال الفول السوداني او كاوكاو اللي تاهو حمرته وزولتو القشره وهرمشتو، ونص كاس ديال السمسم تاهو محمر. وطبعا ممكن تضيفوا يعني الجوز او مكسرات على حسب الذوق ديالكم. ضفت كذلك كيس ديال الفانيلا، واحد رشيشه ديال الملحه باش كنقدو الذوق. وغادي نضيف نص معلقه صغيره، يعني ماشي نص معلقه، المهم شي شويه قل من نص معلقه صغيره ديال القرفه. وطبعا القرفه ممكن تعوضوها بالماء الزهر الا بغيتوا، واحد المعلقه او جوج معالق كبار ديال الماء الزهر. وكي قلت لكم بالنسبه للمكسرات ممكن تحيدوا شي حاجه اذا ما كانش متوفر عندكم فول سوداني، ممكن تعوضوه بالجوز او ديروا على حسب الذوق ديالكم. من بعد غادي نضيف جوج معالق كبار ديال العنب المجفف او الزبيب اللي كنت مرطبه من قبل في ماء الزهر وقطعته رقيق. كنرطبوه باش ملي كنديروه في الحلوه ما كيتحرقناش وما كيخليهاش تفرقع، يعني باش ما كترتقناش الحلوه. من بعد غادي نضيف الدقيق، نضيف نصف كيس ديال الخميره ديال الحلوه من وزن 8 غرام، يعني غادي ندير غير 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. وغادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. بالنسبة للدقيق خذت ليا تقريبا واحد 200 حتى 250 غرام ديال الدقيق. وطبعا الدقيق تيبقى على حسب الجودة ديالو، واش كيشرب او ما كيشربش، لكن كي قلت لكم في الاخير كنحصلوا على عجينة كتكون رطبة ما كتلصقناش باليد ديالنا، وكنحصلوا عليها على هذا الشكل هذا. فمباشرة كنخدم بالعجينة ديالنا. غادي نحتاج هنا باش نشكلوها او باش نطبعوها، اما كديروها الطابع ديال الشهدة، او هاد الطابع ديال الورده، او هاد الطابع كذلك، او ممكن تخليوها كيف ما هي، يعني كيجي الشكل ديالها بحال الشكل ديال الغريبه البهله. غادي نحتاج شويه ديال الدقيق باش كندوزو فيه دوك الطوابع، وكنبدا كنشكل الحلوه ديالي. تنديروها من الحجم ديال الجوزه، تقريبا تكون فيها واحد 20 حتى 25 غرام. وغادي نبقى كنشكل العجينه ديالي حتى نملا الصينيه ديالي كلها. بالنسبه للكميه اللي عطاتني هاد يعني هاد المقدار ديال الحلوه اللي درت، عطاتني تقريبا واحد بين 26 حتى 30 حبه، المهم فهاد المقدار هذا. صافي، من بعد ما كملت الملء ديال الصينيه ديالي، كناخد داك الطابع ديال الشهده، انا غادي نطبعها بهذاك الطابع، كندوزو في الدقيق، ومن بعد كنضغط على دوك الكويرات ديال الحلوه ديالنا، وكنحاولوا نهزو الطابع غير بشويه باش يعني ما كيضيعناش الشكل ديالها. صافي، من بعد غادي يعني من بعد ما غادي نطبعها كلها، غادي ندخل الصينيه ديالي للفران. بالنسبه للفرن سخنته من قبل على درجه تكون 180 درجه، شعلت عليها دقه واحده يعني من التحت ومن الفوق، خذت لي تقريبا بين 12 حتى 15 دقيقه. وطبعا ضروري من المراقبه، وكيبقى كل واحد على حسب الفران ديالو. غير بالنسبه للنصيحه اللي نعطيكم هي، ملي نخرجوها كنخليوها في الصينيه ديالها، ما كنقيسوهاش حيت كتكون هشيشه بزاف وتقدر تكسر معكم، يعني خليوها كتبرد في الصينيه ديالها باش عاد ديك الساعه نمروا باش نزينوها. فالحلوه ديالي هي بعد ما خرجتها من الفران، كي قلت لكم في الاول ضروري اننا نخليوها تبرد في الصينيه ديالها، ما نقيسوهاش، وكتجينا محمره من التحت ومن الفوق، ويعني كتكون كتشهي. ف
مباشرة غادي ندوز هذيك الساعة من بعد ما تبرد غادي ندوزها في سكر كلاسي، من الأحسن يكون سكر كلاسي سبيسيال ويكون ذو نوعية جيدة، يعني باش ما تيكونش حلو بزاف و تيكون رطب وبيض. صافي غادي نبقى كندوز الحلوة ديالي كلها، من بعد غادي نديرها في واحد العلبة ما تكون ما كتدخلش الهواء أو الرطوبة، ويعني وكتبقى لنا محافظة على ديك الهشاشة والقرمشة ديالها لمدة طويلة، وكنقدموها مباشرة. وهذا تيكون هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا أو غريبة الباناشي كيف ما سميتها، كتجي بنينة ولذيذة بزاف. وكيشتو يعني القياسات درتهم هي بالكاس، يعني الكاس ديال العنبة أو أي كاس عندكم في البيت ممكن تاخدو به القياس، وغير شوية شوية من الحاجة كتعطينا واحد الكمية مناسبة وكتجي بنينة. داك الزبيب يعني كيخليها تجينا معلكة من الداخل، وفيها دوك التقوتات ديال الزنجلان واللوز والفول السوداني، تجي رائعة رائعة جدا. نتمنى أنكم تجربوها، وبالصحة والراحة، والسلام عليكم وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.